أكدت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها مؤخرا لم تتلقى التطعيم أو الجرعة المنشطة منه. وأكدت أبو الفتح خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن التطعيم هو يؤدي دورا كبيرا في التقليل من حالات الإصابة وحالات الدخول إلى العناية القصوى. أريد هنا أن أشدد على أهمية التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة في رفع الاستجابة المناعية للجسم في ظل انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، حيث أثبت التطعيم والجرعة المنشطة فاعليتهم في تخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس عند الحالات القائمة التي قد تستدعي تلقي العلاج، أو حتى التي يعني لا سمح الله للدخول في العناية المركزة. والتطعيم والجرعة المنشطة يساهمون في الحد من انتشار الفيروس، وكذلك تحمي من المضاعفات والأعراض الشديدة ودخول العناية القصوى في حال الإصابة بالفيروس. لكن في نفس الوقت نشدد وندعو الجميع إلى المبادرة بأخذ التطعيم والجرعة المنشطة منه، وهذه لزيادة المناعة المجتمعية والحماية من المضاعفات، وهذه كذلك لضمان الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.